اهلا بكم من جديد، والمهندس نجيب ساويرس هو ضيفنا الليله. التقرير واضح انه ما حدش عارف حاجه عن برنامج الحزب. لا، التقرير كويس في حاجه واحده بس، انهم باين ان كل الناس عارفه المصريين احرار. كل الناس بس مش عارفين حاجه عن البرنامج، يعني عارفين المصريين احرار. البرنامج ده هيتنشر على لوحه ولا في أيوة في اهداف لازم. اهداف للبرنامج دي احنا ركزنا على الاهداف بتاعه البرنامج بتاعنا، انما اللي عايز يقرا البرنامج وبجد يعني مهتم بجد يخش على السايت بتاع الحزب يلاقي البرنامج فيه. احنا بنوزع البرنامج ده، المرشحين نفسهم المرشحين بيوزعوا البرنامج ده في كل حته، المرشحين بيترشحوا على اي اساس يفضلوا يقولوا برنامج الحزب احنا بندعو لكذا وبندعو لكذا وبندعو لكذا؟ الواضح ان هم مش عارفين الناس. اللي متابع واللي مهتم صحيح هيوصلوا، لان المرشحين بيوزعوا البرنامج بتاع الحزب، برنامج الحزب موجود على السايت بتاعه، واخد بالك ازاي؟ انما هو الناس كتير، واحد طلع يقول لك ما عندهمش برنامج، طب انا هعمل له ايه ده اللي ما اللي بيقول حاجه مش صح؟ لكن النواب اللي انتوا استوردتوهم بتوع الحزب الوطني او غيرهم، دول انتوا لا، ولا ما استوردناهمش، دول مصريين ومن مصر ومن نبته مصر، وكلهم من عائلات عريقه ومتاصلين دول مش استيراد يعني. طيب دول كلهم عارفين البرنامج، يعني هم يعملون طبعاً على طبعا هذا، كلهم بيستعملوه مع المرشحين بتاعهم بيوزعوه عليه. احنا عملنا على فكره وثيقه موجزه بالبرنامج بتاع الحزب، وبيوزعوها كل المرشحين بتوعنا على كل في كل المناطق اللي هم نازلين مين فيها. اللي وضع برنامج الحزب الاقتصادي انت لا، ولا مين الجزء الاقتصادي؟ انا حطيته. انت بنفسك يعني؟ عشان تضمن ان هو دي الاهداف عشان اضمن ان انا زي ما قلت لحضرتك كده ان انا كمان 5 سنين زي ما فدت نفسي افيد بلدي. طيب في الاستثمارات، من الواضح ان ما عندكش استثمارات جديده، وقريت لك تصريح في رويترز بيقول ان انت فعلا كان عندك نيه لاستثمار 500 مليون دولار، لكن العوائق والعقبات جعلت هذه الاستثمارات لا تحدث. احنا لسه اول امبارح عاملين استثمار كبير جدا، عملنا عرض على شراء بيلتون ب 650 مليون جنيه. هو الوضع، المشكله فين؟ في فرق بين الاستثمارات القائمه، وفي فرق ان انت عايزه تبتدي مشاريع جرين فيلد جديده، تفتح فرص عمل وتبقى حاجات جديده وتشغل الدنيا. كل المشاريع الجديده دي في عوائق قدامها. اصل ان انت تشتري بيلتون دي قصه، وان انت فعلا تفتح مش استثمار في مصر. انا عايز اقول لك حاجه، استثمار بس. لا لا لا، في النهايه احنا عايزين نشغل الناس. لا، ده انت اخر واحده تقولي النقطه دي. ليه بقى؟ دي شركة معتمدة أساسا على سوق المال المصري، صح؟ وعلى المانج يعني إدارة الأصول المصرية، صح؟ تمام. إذا الرهان اللي اشتري الشركة دي لازم يكون مراهن على مستقبل مصر، وإلا إذا اشترى شركة زي كده والدنيا ظلمت والبورصة وقعت ومفيش أي شغل هيتعمل، يبقى طب ده استثمار فاشل. عملت كده في ارماس وفي ارماس وما اشتريتهاش، لا مش ما اشتريتهاش، طلعت ونزلت. خليكي معايا بس، خليكي معايا. هيرمس احنا طلبنا 20% وجالنا 9%، الناس ما رضتش تبيع. هنا احنا عارضين نشتري ال 100% كلها. 100%. في ناس بيقولوا ان نجيب يعني بيتلاعب في البورصه، الاسعار بتطلع والاسعار بتنزل، وفي النهايه ممكن ما يخرج ما يخرج. زي ما يقولوا بقى، انا مش فاهمش ورا كل واحد ده. انا همشي على قوله كل واحد. في موافقه من هيئه الرقابه الماليه انك تشتري 100%؟ طبعا كل حاجه بنمشي بالقانون، وفي حد يقدر يقول كده؟ وفي موافقه من المساهمين المره دي انك تشتري 100%؟ معرفش بقى، ده يسالوا المساهمين. احنا عاملين عرض 40% اكتر من سعر السهم في البورصه. اللي شايف ان السعر كويس، في مشكله لازم اقولها لك. كل مره ما باجي اشتري حاجه اقول لك لا، ده لازم تسوي اكتر ما دام هو اللي بيشتري. لكن ماذا عن استثماراتك الاخرى؟ انت كنت واعد ب 500 مليون. عندنا في البايب لاين 100 مشروع واقف زي ما بقول لك كده. مش عايز أفتح. ليه؟ لا قولي ليه. لا واقف لاسباب بيروقراطيه، عشان موافقات ما بتطلعش، عشان في خلاف في الضمانات المطلوبه، عشان توزيع الارباح اللي بالعمله اللي لازم تبقى في ضمانات بيها، عشان البنك المركزي مش راضي يدي الضمانات دي، عشان الحكومه مش مفروض. يعني اهم حاجه في الفتره الجايه دي، ودي نصيحه لرئيس الوزراء الحالي، يجيب كل المستثمرين اللي مضوا على مشاريع في شرم الشيخ ويقعد مع كل واحد فيهم ساعه، ويجيب الوزراء المعنيين اللي هم لازم يمشوا الامور اللي هي واقفه دي. كم مشروع انت كنت انفولفد فيه او في موضوع شرم الشيخ ولا ما كانش؟ اللي هم اتنين. في مشروع بتاع محطه الطاقه الشمسيه، وفي مشروع بتاع اداره المخلفات. يعني ده غير ان احنا عندنا مشاريع كتيره جدا بس ابتدينا فيه. يعني في مشروع مثلا ابتدى يتحرك بتاع المناطق اللوجستيه، دخلنا فيه عن طريق الشركه اللي خدت الموضوع ده. في قدامنا مشروع تاني برضه ان احنا نعمل منظومه للنقل والمستودعات الجديده، دي حاجات شغالين فيها. بس اللي انا عايز اقول لك، مهم جدا ان يتعمل اجتماع على مستوى عالي في كل الوزراء المعنيين، يتجاب المستثمر، انت حاجتك واقفه فين؟ ليه كده؟ طب اعمل كذا اعمل كذا، زي ما احنا بنعمل في شركاتنا. يعني في شركاتنا لما الاقي ان بيشتكوا عندي ان انا عندي بيروقراطيه، بجيب كل
اطراف في اوضه واحده مش هتخرجوا غير ما نخلص الموضوع ده. اخر مره قابلت فيها الرئيس السيسي امتى؟ كان في احتفاليه بالتالي في رمضان، في رمضان افطار في رمضان كنا سوا في احتفاليه صندوق تحيا مصر. مظبوط. ما قلتلوش يا ريس في مشاكل عندنا مشاكل اقتصاديه؟ الكلمه الوحيده اللي وصلتها دلوقتي يعني دي حاجات مش شخصيه، دي حاجات لها علاقه بال، قلت له طبعا وانا ماليش مصلحه في اي كل الهيصه دي. بصي كل انا ماليش مصلحه، انا نفسي بس البلد دي ربنا مديها كل حاجه، ملهاش عذر في المنظر اللي هي فيه ده دلوقتي. ايه رايك في موضوع المشروعات القوميه الكبرى يعني مش الحل قناه السويس العاصمه الاداريه؟ مش الحل مش الحل الوحيد، ده جزء من منظومه الحل. الاهم من كده المهم الاهم من كده المشاريع الصغيره، تشجيع الشباب على مشروعات ان هم مش فرديه. هل حاسس ان احنا عندنا الفلوس اللي ننفق بيها على كل هذه المشروعات الكبيره؟ المشاريع الصغيره دي مش محتاجه فلوس كتير، ما احنا عندنا اهو فلوس اهو، عندنا فلوس ان احنا لما عوزنا فلوس وجينا نعمل مشروع قناه السويس مش لمينا 60 مليار؟ اذا فلوس موجوده، هو مطلوب الفكر والمتابعه والاداء والقضاء على البيروقراطيه اللي مش موجوده بالتواغل اللي هي فيها هنا. طب ماما زعلوا مني في مشروع الشيخه اما قلت مش مهم ان الوزراء بعدنا كويسين لما الصف الثاني كله بيوقف الدنيا كلها؟ قلت له نسفه كده، قال لك نجيب عايز يوقف المؤتمر. وده نفس الوضع دلوقتي ان الوزراء مش قعدوا، مش انا اتهاجمت عشان قلت كده في المؤتمر؟ طب ما الناس اللي هي جايه تستثمر دي عبيطه يعني، مش عارفه ان احنا عندنا بلاوي بيروقراطيه وكده؟ ليه لسه بتستثمر في الاعلام؟ حاسس ان الميديا هي مجال رابح، مجال يعني جيد للاستثمار؟ لا هي المساله، لا هي مش مجال جيد، هي المساله ان احنا احنا لا ما احنا بقى بنحاول ان احنا نخليها تكسب. تكسب ازاي؟ انت مش حاسس المنافسه جايه لنا من الخارج يعني؟ جايه لنا من الاقليم، جايه لنا من محطات بتنفق اموال طائله لا قبل لنا بها. برضه نرجع تاني نقول ان الانفاق هو كل حاجه، احنا دايما عندنا شماعه نعلق عليها زي اللي بيطلع دلوقتي يقول لك اعلاناتهم كتيره. لا انا مطلوب مني ان انا الحزب بتاعي يبقى مجهول. يعني ايه زي بقيه الاحزاب؟ بس انتوا اكتر اعلانات يعني ماشي في الشارع. ماشي موضوع غريب جدا، اكتر من الوفد حتى. عشان احنا اخترنا كمان مرشحين عندهم قدرات وعندهم كده، ونمره اتنين احنا حزب قوي مش المرشح قليل. عندك لازم يبقى عنده قدره ماليه عشان يترشح؟ لا مش شرط، لا بس هما جزء كبير جدا منهم كده عندهم، واخد بالك؟ لا يعني جزء من اختياراتك ليهم ان هو يبقى عنده فلوس عشان يقدر ان هو، لا بالعكس احنا اللي ما عندوش بنساعده. بس اللي بنعنده بتساعده بكام يا نجيب؟ بالحدود اللي هي موجوده في القانون. يعني سمعنا ان انت بتدي كل مرشح 400,000 جنيه صحيح؟ وسمعتي من مين يعني؟ يعني سمعنا كده كلام. ولو حتى صح وده اقل من الحد اللي هو بتاع الانفاق المطلوب المسموح به قانونا يعني، حتى لو صح يعني. بس ده يعني انت اللي بتنفق عليه؟ لا مش انا اللي بنفق عليه طبعا، والا ما كناش جبنا 227 مرشح. طيب نرجع تاني للميديا، احنا عندنا بتاع يمكن 1000 واحد متبرعين جوه الحزب برضه من الحزب. انت اشتريت حصه اكبر في محطه تام؟ احنا في مرحله نهائيه دلوقتي ان ده يحصل يعني. حصه هتبقى قد ايه؟ هتبقى حوالي يمكن 60% ان شاء الله. وبالتالي يبقى عندك اون تي في وتن واعلانات وبس. الحياه لا اعلانات حاجه وانك تملكي محطه حاجه بس هيبقى عندك كونسيشن اعلانات الحياه ومحطتين. مظبوط. ده ايه يعني؟ حاسس ان انت تقدر تعمل مونوبولي بقى احتكار في هذا الشأن؟ الفرق بين ان انت بتعملي اعلانات لمحطه وفرق ان انت مالكه للمحطه. فانا كملاك محطه هيبقى عندنا اون وتين محطتين مش 50 محطه ولا 40 محطه. مين اللي ممكن تكسب ومين اللي ممكن تخسر يعني؟ لا هما الاثنين مع بعض ان شاء الله هيكسبوا. ده بالاعلانات يعني ان احنا نقسم؟ لا لانهم مكملين لبعض يعني. واحده قناه اخباريه احنا المشكله اللي عندنا كانت ان احنا جزر منعزله، اون جزيره منعزله وتن جزيره منعزله، والباقي المجموعات كلها عندها 4-5 محطات، وبالتالي المنوعات بتشيل السياسه والكلام ده. فاحنا ده اللي بندور عليه في الموضوع. رحيل ابراهيم عيسى عن اون ده خساره بالنسبه لك؟ طبعا. وليه سبته يمشي؟ هو الحقيقه اللي كانوا بيديروا المحطه ما كانوش منتظمين، هو ليه حق معاه في يعني هو بيقول انا روحت المحطه الثانيه 10 اسباب منها ان انا بقبض اول كل شهر. مظبوط. يعني لا هو ما قالش، هو قال غير الحقيقه. ايوه عند نجيب ساويرس مش معقوله الناس تقبض. مش عند نجيب، انا ما بشتغلش بالطريقه دي. عند نجيب زي عند مؤسساتك كلها، كانت مؤسسات اي شركه من شركاتي لازم تحل مشاكلها بنفسها، ما تقولش انا عند نجيب ولا مش عند نجيب. ما كانوش بيقبضوه اول كل شهر؟ لا تمام، بلخبطه كل شهر يتاخروا ويعملوا بتاع وكده. هو مش هو ملوش دخل. لكن ما كانش في خلاف سياسي يعني؟ ما كانش في خلاف على خلاف يعني على السياسه التحريريه؟ ما كانش في خلاف، كان في توجس عندي من هو انت عارف ابراهيم كل ما يطلع قال وهابيه ويقعد يهاجم مش عارف. طب يا عم احنا دلوقتي العلاقه مع السعوديه العلاقه اساسا مش في احسن اوقاتها،
كويس، فما ينفعش ان انا اجي في الوقت ده. وبعدين هم الناس شالونا وقت الاخوان وطلعوا لما نزلوا اخوان، ما انساش الملك الله يرحمه وقفته معانا لما طلع وقال لهم في الغرب انتوا مش فاهمين دي المجموعه دي كذا وكذا وارهابيه وكده، وانتوا لازم تقفوا مع مصر يعني، واخد بالك؟ فاحنا مش هننسى يعني النهارده بقى الموقف ده وكده. فانا شايف ان احنا ما ندورش على خلافات، احنا نحاول النهارده. شوفي التحالف المصري الاماراتي السعودي لا بديل عنه. خدي الكلمه دي، التحالف المصري الاماراتي السعودي لا بديل عنه، لا لينا ولا ليهم، وبالتالي لن تقبل بوجود مذيع يعارض هذا التوجه. لا انا ما بتدخلش، انا باجي. هو واضح ان انت يا ستي لا هو مش للاسباب دي. وانا انا ابراهيم اعرف اعدي، حد يعرف يعدل على ابراهيم؟ حد يعرف يعدي عليك انت؟ انا رقبتي موجوعه خلاص. بس يا ما رقبتك اتوجعت يعني، لو حولي رقبتي خلاص يا انا. لا طبعا لا، انا وابراهيم لا يمكن اعدي. انا عمري ما كلمت ابراهيم في موضوع ولا قلت له، وابراهيم ما حدش يقدر يكلمه. لا انا بقول له انا كصديق والله انا وجهه نظري كذا، واخد بالك ازاي؟ لكن بس حاسس ان يعني انت زعلان ان هو مشي. طبعا هو ده ابراهيم ده قامه كبيره جدا. انت هنضحك على كلنا بنحبه يعني، هو صديق لا طبعًا. مثقف وقاري وقاري تاريخ الاسلام ومستنير وذكي وضد التطرف وذكي وواضح موقفه ومنظم في فكره وكلامه. لا ودمه شربات فوق كل ده. هتبيع حصتك في المصري اليوم؟ والله لو لقيت مشتري اهو على الهواء. ياه ده انت عارضه للبيع بقى. كام حصتك يا نجيب في المصري؟ حاجه و20 بس. مجموعه الحصة. ايه مشاكل المصري يوم يعني بعد استقاله مجدي الجلاد وجي رئيس تحرير ثم لا طبعا محمود مسلم استقال؟ خسر رؤساء تحرير كتير قوي، غير رؤساء تحرير بكتير قوي في وقت قليل قوي. فدي مشكله. وبعدين الخلافات كمان ابتدت الجورنال يخش في خلافات بقى على حاجات هاجم شخصية. مثلا ايهاب طلعت اللي هو طبعا انت لو عندك خلاف مع واحد خليه بره الجورنال يعني، خلاف يكون في القضاء، يكون ترفعي قضيه تقولي، انما ما بتعمليش. انا ما كنتش راضي على كده، ومحمود كان عارف كده برضه يعني. استقاله محمود مسلم اسبابها ايه؟ ما يسال في ذلك محمود مسلم، انما انا تقديري ان هو مش راضي برضه على الوضع العام يعني. امال مين اللي بيمشي الجورنال؟ صلاح دياب؟ لا ماليش دعوه، ما توقعنيش مع صلاح. صلاح حبيبي وطيب وجدع، وانا ما حدش هيوقعني. هتعمل جريده جديده صحيح مع مجدي الجلاد؟ بنفكر في كده ان شاء الله. هل لسه في مكان للصحافه؟ في مكان لاي رئيس تحرير زي مجدي يبقى له مكان دايما، وزي محمود برضه له مكان. لا مكان على طول محمود، اصل الرئيس التحرير اللي هو فاهم وعنده تقدير وكده وعنده فهم وعنده ثقافه ومطلع وكده وذكي يعني، دي عمره نادره يعني. انا رايي ان زي ابراهيم مثلا عمره نادره طبعا. موضوع التسريبات والناس اللي بيتسجل لها تليفونات، يعني ايه موقفك من القصه دي؟ كل شويه طلعوا لك تسريب، كل شويه طلعوا لك تليفون. بس انا بقى بتفرج على التسريبات دي ما بلاقيش فيها حاجه يعني، يعني حد ذو قيمه. هو مش دي الموضوع، الموضوع ان انت احترام الحريه الشخصيه. ازاي الحاجات دي بتتسجل وازاي بتطلع؟ هل حاسس ان انت مراقب؟ ما هو ده كمان بيدينا احساس غريب جدا ان احنا كل تليفوناتنا مراقبه، وان احنا يعني حتى لما بيتكلم حد في السياسه على التليفون ان ده يتاخد بعد كده يستخدم. طبعا الموضوع مش مقبول على الاطلاق يعني. هل اشتكيت لما طلعت هذه التسريبات؟ اشتكيت وقلت يا جماعه لا ده موضوع صعب جدا ما لا يصح؟ انا باخد حقي بدراعي دايما. ازاي بقى؟ مش هقول لك. لا يعني عبد الرحيم علي لما عمل هذه القصه خدت حقك ازاي؟ رفع عليه بتاع 23 قضيه. ما انت عارف القضايا في النهايه سبب قصف. انا كسبان 10,000 جنيه. لا 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 في سجن. وخلافك مع احمد موسى؟ مفيش خلاف بيني وبين احمد موسى خالص. لا لسه عندكم خلافات جوه الاسره؟ لا الحمد لله. لا انا طبعا كنت لخبطت شويه مع اخويا الصغير يعني، وطبعا كان خطا من ناحيتي، وهو لا يقل وطنيه عني، انا عارف كويس جدا. وهي مصلحه مصر. احنا بس في مدرسه مختلفه، هو بيبعد عن الاعلام وما بيحبش السياسه، وعنده حق يعني، يا ريتني سمعت كلامه يعني. انما بس انت عمال تتوسع في الاعلام، انت مش بتقلل من توسعك في الاعلام؟ لا طب بس انا بالنسبه لي دي مساله مهنيه، مساله ان كل ما تتوسعي امكانيه انك تكسبي اكتر، لكن لما بتفضلي صغيره ده الاعلام ده مش بتاع ان انت تفضلي فيه في حيز ضيق، والا مش هتكسبي يعني. بس كده ممكن خسايرك تزيد، لانه المنافسه عندنا شرسه جدا. انا دايما على المدى الطويل بكسب يعني، في المدى القصير بخسر، انما على المدى انا دايما بس مش مستعجل على المكسب. اللي دايما مستعجل على المكسب ده يخسر في الاخر. ناصف زعل من تصريحاتك
عنه، لكن يعني هل انت شايف هو ليه حق يزعل؟ انا غلطت وانا بقول لحضرتك اه. طب كويس، هو لا يقل عن بنصالح ما بين نجيب وناصر. لا لا تصالحنا الحمد لله، ما فيش. بص عايز اقول لك، العيله دي ما حدش يقدر يفرق بينها بالظبط آه. لكن هو مدرسه مختلفه، انا اسأت التعبير عن ما عايز اقوله، وهو لا يقل وطنيه عندي. هو وجهه نظره دايما ان كل ما يعمل مشاريع وكل ما يستثمر ويفتح فرص عمل انه بيفيد البلد، ودي وجهه نظر مظبوطه. وهو يعني عنده يعني وراثكم للانشاء بالحقيقه شغاله في حاجات كتيره جدا. نصف بصي نصف عملي وذكي وبيحب مصر، مفيش واحد فينا الا ما بيعشق مصر، كل واحد بقى بيحب مصر بطريقه مختلفه. انا ممكن انا ما بخافش من الاعلام، انا دخلت السياسه هو ملوش في السياسه، انما بعيد عن كده طبعا لا يعني. سميح ايضا عنده مشاريع ومشاريع واقفه، ودايما يشتكوا لي ان مشاريعه واقفه، وهو عنده مشاريع ده عايز يعمل 3000 كتير قوي، وهو كتب وانا بكتب، ولا حياه لما انتوا نادي يعني. يجي بعد كده، ما هو ده اللي عايز اقوله لك، احنا ده الفيصل، اذا ما اتحركناش في الزنقه اللي احنا فيها دي ما فيش لا استثمارات هتيجي، فرص العمل مش هتزيد، الشباب النهارده اللي قاعد في البيت ده مين اللي هيشغله؟ انا مش عايز اقول لك كميه الطلبات اللي بتجي لي كل يوم. طب وبعدين؟ هنفضل لحد لو قابلت الرئيس السيسي هتقول له ايه؟ تاني لو قابلته دلوقتي هقول مثلا له يا ريس هات رئيس الوزراء وهات الخمس ست وزراء المعنيين وهات محافظ البنك المركزي ونقي 10 20 رجل اعمال من اللي مواضيعهم واقفه، سواء من العرب المستثمرين او من المصريين، في اوضه واحده، واسمع كل شكاوي كل واحد، وشوف كل وزير بقى يرد، ونحل المسائل اللي واقفه دي كلها، ويقول ليه هو موقف، واحنا مش هنخاف نقول الحقيقه. هل لو انتوا في البرلمان وفي صفقه المسترال ممكن تطالبوا بانكم تعرفوا التمويل منين والحكايه ايه، ولا امور الجيش مش هتخشوا فيها؟ يعني مش اول ما هنبتدي كده هنبتدي بالموضوعات دي احنا بس الاول، يعني تحبوا تعرفوا يعني ده مليار يعني دولار، يعني ممكن تحبوا تعرفوا من اين؟ حاجه اه نحب نعرفوا ايه وليه والاولويه فين. هل مثلا دي مهمه بالنسبه للجيش بتاعنا ولا لا؟ يعني ممكن تحبوا تعرفوا. طبعا ما عنديش شك انها مهمه، والا ما كانش الرئيس عملها يعني. لا مش دي النقطه اللي انا بقوله، احنا شخصيا تركيزنا هيكون جوه البرلمان، احنا عايزين مصر. بص عايز اقول حاجه، في منتهى الوضع بتاعنا وضع خطر جدا، وبيزعلوا ما بقول كده. احنا ماشيين ببركة ربنا، ماشيين بمعاونات والمعاونات مش هتكمل كتير، شحنات البترول بتجينا من دول. النهاردة البترول نزل ل 40 دولار. الناس دي اللي هي احنا معتمدين انها تساعدنا ايراداتها نزلت للنص، وعندهم حرب وعندهم مشاكل وكده، فاحنا اللي ما كناش هنفوق بقى ونعتمد على نفسنا، الوضع هيكون سيء جدا جدا جدا. زي ما شفت الرئيس اتكلم شويه عن الدستور، فقامت مطالبات بتعديل الدستور فجاه، هل انت او حزبك معاه؟ لا طبعا دي الناس المطبلاتيه بقى، واللي هيخلونا نرجع نطرش من طريقه الحاجه تقرف والله العظيم. يعني اول ما حاجه اشاره فجريوا ورا الاشاره على طول. يعني احنا عملنا حتى برلمان ولا شفنا الدستور حتى عشان نشتغل بيه، عشان نبتدي نغير فيه ولا نعمل فيه؟ الناس حاسس ان في كتير حوالين الرئيس ممكن يعني ينافقوه، يعني هو الراجل بيطلع يقول انا لست بسلطان. هو في كتير بقى عايزين يعملوه السلطان. بيبقى في مركز سلطه بيطلعوا شله منافقين كده، كل ما يقول حاجه يقولوا له يا الله اكبر ايه العظمه دي، ويطلعوا يطبلوا، وهو بقى شطارته ان يشوف مين الناس اللي ايه تبقى للمخوله صديقك من صادقك وليس بالظبط مش اللي نافق. فهو عشان يوصل لكده لازم يقعد مع الناس اللي هو كلامهم جايز ما يعجبوش او جايز يضايقه او يضايقه، فيسمع، لان اللي بيسمع عمره ما بيخسر. وبالتالي الرئيس يحتاج لمستشارين اكتر من كده؟ لا لا محتاج يقعد مع المستشارين اكتر من كده. يقعد مع ناس اكتر. اه يقعد مع ناس اكتر من كده. حاسس ان الدايره ضيقه ومغلقه؟ ما اعتقد يعني مش ضيقه ممكن تقولي كده، مش مغلقه لكن ضيقه. لكن انت لو مثلا عندك لو طلبت تقابل الرئيس هتقابله؟ تعرف تقابله؟ نجيب ساويرس يعني لو طلبنا. اي وود هوب سو يعني. عمرك ما طلبت؟ انا ما طلبتش. صندوق تحيا مصر اللي انت مشارك فيه، هل حاسس ان هو شغال باستراتيجي واضحه، ولا كل شويه بنلاقي تبرع من صندوق تحيا؟ احنا لا عارفين دايما، سؤالنا الاول هو كام في صندوق تحيا مصر ما نعرفش. طب هو بيتبرع لايه؟ كل الكلام ده ممكن، احنا عندنا حوالي 6 مليار ونص. منهم الثلاثه بتوعكم ولا؟ لا مش عارف حقيقة. لكن الاستراتيجي بتاعته ان هو الصندوق ان هو يشتغل على المشاكل الازليه اللي في مصر اللي يقدر يساعد نحل بيها بعيد عن المعالجه الحكوميه. فبيشتغل على مساله اطفال الشوارع، بيشتغل على الفيروس سي، بيشتغل على العشوائيات، بيشتغل على القرى الاكثر فقرا، وعملنا مجهود كويس جدا في السنه دي.
واحنا بصراحه مش ملاحقين على الرئيس، الرئيس كل شويه قبل الموضوع يروح رامي الموضوع علينا ويقول لي 500 مليون تحيا مصر، واحنا نقعد 500 مليون دخل، ما انا عشان كده عايز اعرف هم كام 500 مليون؟ لا مش هيخلصوا، احنا كمان قلنا انا كنت اقترحت على سيادته حاجه وهو عمل بيها، ان احنا نعمل شركه استثمار فجزء من المال ده يستثمر عشان يجيب عائد ويستمر الصندوق. طب يعني انتوا كاسره كنتوا اتكلمتوا على 3 مليار، هل دفعتوا ال 3 مليار دي؟ اه كلها؟ مش ما هي حته واحده، هي مش بالتقسيط يعني الثلاث الستة ونص دول منهم ثلاثه اللي ما اعرفش اذا كان الستة ونص فيهم ثلاثه، لا مش انا اللي ماسك الفلوس يعني. ايوه بس انت عارف انتوا دفعتوا كام؟ اه انا عارف ان احنا دفعنا ثلاثه. دفعتوا ثلاثه؟ اه. طيب هل نخرج بقى فاصل وبعد الفاصل نستقبل الشباب؟ طب ورقبتك عامله ايه؟ رقبتي ضايعه يعني. بص دلوقتي عماله تنزل 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 تنزل. بس انا هتحمل من اجل الشباب وعايزين نشوف مجموعه من شباب المصريين الاحرار. لكن انا قبل ما نخرج بقى فاصل، طبعا الجزيره اليونانيه اخبارها ايه؟ جبتها؟ جبت بتاع 20 واحده ان شاء الله. وبعدين؟ لا مستني بقى رئيس الوزراء ادينا الموافقه هناك على ان احنا نبعت الناس هناك. رئيس وزراء ايه؟ مين؟ اليوناني، ما كانش انتخب لما عملنا المشروع. لو انتخب خلاص. اه احنا دلوقتي دلوقتي انتوا جبتوا الجزيره عشان انت محتاجه موافقه، لان دي مساله سياده. عشان تاخدي بقى 20 30 الف واحد وتبعتهم لهم على جزيره هناك. بس يمكن اللاجئين نفسهم مش عايزين يروحوا هناك يا نجم. لا ما هم عايزين يروحوا المانيا. لا يعني هم عايزين يموتوا في البحر يعني، ولا عايزين؟ لا هم عايزين يروحوا المانيا، يقعدوا في الصحراء زي ما هم قاعدين دلوقتي على حدود لبنان. هم عايزين يروحوا المانيا او عايزين يروحوا. بس المساله مش حكايه جزيره، انا كل واحد هيجي هديله فرصه عمل وهديله بيت وهودي عياله مدرسه وكده. هتقولي نرجع تاني يقول لي طب وهنا مصر ما احنا عندنا وكده. طيب في مصر الواحد نايم بيصحى الصبح مش بينزل علينا بالم ولا بيدمره ولا بيموت في البحر ويتقتل صح وكدا. بس هل انت متخيل ان هم هيوافقوا ان هم يروحوا هذه الجزيره وهتجيب لهم فرص عمل منين؟ هي هيبني في بين الجزيره نفسها. انت لو رحتي مكان وابتديتي تبني البيوت والمدارس ومستشفى وفندق هتخلقي فرص عمل للناس، هم عايزين يحسوا ان هم رايحين على فرصه. طب انت عايز مكمل في المشروع يعني؟ طبعا انا عمري ما ببتدي حاجه لما اخلصها. هتعمل شركه مساهمه للموضوع الجزيره ده؟ انا قلت عشان جالنا تبرعات كتير جدا مش عايز اخد تبرعات من حد الا بمستند، فقلت نعمل شركه عشان اللي يدفع حاجه يبقى هو مشارك في هذا العمل الكويس يعني. طيب مش هقدر اخرج فاصل طبعا قبل ما اسالك عن الكوره والدوري، وخاصه بكره عندنا محمود طاهر وانت اهلاوي. اولا ايه رساله تقولها لمحمود طاهر؟ انت زعلان غضبان ايه؟ لا عايز اقول له ان يعني المهمه بتاعتك صعبه، وعايز اقول له ان قلبي معاك يعني، لان طبعا النتائج بتاعتنا ما كانتش مرضيه على الاطلاق. وعايز اقول رايك ايه في المدرب الجديد؟ ما اعرفوش حقيقه. بسيارو يعني انا رايي كان، انا شخصيا يعني كنت اجيب جوزيه تاني. والله انا كنت اجيب جوزيه. انا طبعا والراجل بيحبنا وبيحب مصر والحقيقه عرفناه. ما اعرفش ليه، يمكن ما رضاش يجي، ما اعرفش ايه السبب. لا يعني. يمكن في مشكله، هنسال بقى محمود طاهر بكره. ايه اللي خلاك تشتري الدوري؟ اتس جود ديل. لا طبعا هي صفقه كويسه، وبعدين بتدينا تميز في القنوات اللي تاني معنا. سنه مش كده؟ لا دي اول سنه. اول سنه تشتري الدوري. اشتريته بكام يا نجي؟ اشتريناه كل اللي اقول لك ان ثلاث اضعاف اللي كان بيدفع فيه. ثلاث اضعاف. مرتضى منصور منزعج من ده وبيقول ان هو مش يعني رافض هذه الصفقه. ما اعتقدش انه قال كده بالظبط يعني. منزعج منها يعني، ابدا خلاص هيجي يقعد معايا وانا ههدي انزعاجه ده. احنا هنهدي النفوس، احنا حبايب دلوقتي. لكن حاسس ان الكوره على تن، هتبقى على تن وان ولا تن بس ولا لا؟ على تن وعلى الحياه. على تن والحياه. حاسس ان انت عندك كونسيشن اعلانات الاثنين، وده طبعا هيدي ميزه للمحطتين. والله ده بالتاكيد نرجو ذلك بعد كل اللي دافعينه ده. طب مش هتقولي دفعت كام؟ قلت لك ثلاث اضعاف. رقبتي مش معقوله، ما قلتليش ولا رقم. أيوة وانا رقبتي أيوة موجوده. ايوه انت تسالي على اللي كان بيدفعه كام وتضربي في ثلاثه هتجيبي الرقم. خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الشباب من المصريين الاحرار. بعتذر مره اخرى عن رقبتي، لكن معلش انا حبيت ان انا برضو يعني لا اغيب عنكم حتى في عز المرض. وعموما بعد شويه ممكن تلاقوني لابسه. فاصل ونستقبل الشباب من المصريين الاحرار.